تخيل يقول لك غدا غتموت. غتنعس هاد الليله؟ انا والله ما نعس. زعما غدا غتموت، ماشي القضيه ديال الطبيب، حتى الطبيب كلامه طالع هابط. قال سميتو غدا غتموت. اش كنعرفوهم غير كناعس غير يحلم. يحلم باللي راه الارض كتزلزل والبراكين والرعد الى اخره، بلا هواه النظب تيتودا وتيصلي، هذا يحلم. وتخيل لو جيك يقول لك غدا غتموت. صافي ما بقى. غتنعس والله ما تنعس. غتنوض تجري وتجاري. تفكر ديك الجدريه اللي ديتها لمول الحانوت فاش كانت عندك 10 سنين. ترجع تجري وتقلب سميتو ولا ما لقيتيش تصدق بها على النيه ديالو، تعيط للوالده، تعيط للوالد، سمحوا لي كذا، جيراني بدا تبوس في الريوس الى اخره، وماك اخويا على هذه الحاله هذه. عندك فرصه. من بلاغه القران كانه لخص الدنيا كلها في يوم واحد، وجعل يوم القيامه للغد. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، دنياك كلها، هذه اللي مضارب عليها وقطع الرحم على قبلها ودخل في الحرام على قبلها، مخاصم مع جيرانك على قبلها، وكتخلوض في الخدمه على قبلها، وكتجري على اصحابك من الخدمه باش انت تاكل كل شيء على قبلها، وكتغش في الامتحان على قبلها، وتتزني بنات الناس على قبلها، وتتكربس على اولاد الناس على قبلها، وتتسحر على قبلها، وكتمشي عند الشوافع على قبلها. لخصها الرب عز وجل في كلامه في يوم واحد. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هي الدنيا كلها نهار، والغد ليه هو يوم القيامة. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فجاء ذلك الغد جاء أيضا نكرة في سياق الأمر، فأفاد العموم، أي والله الذي لا إله غيره لا يعلم أحد منا حقيقة ذلك الغد كما ينبغي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال هل الصحابة، قال لهم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعد تجأرون لله عز وجل بالدعاء، ولما استمتعتم بالأزواج على الفرش ولا بالأولاد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا يوم يعني أجينا يندهو في يوم القيامة، ما نسألوش إلا درناه يوم القيامة يشبه الدنيا، فيه الشمس والشتاء وكذا والمسائل، وعندك الظل، ولكن غتبقى واقف 50,000 سنة. أنا قلت لك الظرفية مزيانة وكرسي وجالس، انت كتجلس تسنى الى تعطل عليك غير التران، غير القطار الى تعطل بواحد 30 دقيقة على الموعد ديالو، جنابك تيطيبوا، امتى غيجي امتى ما غيجيش، هذه 30 دقيقة ديال الدنيا. و 50,000 سنة ديال الآخرة، والعلامات كتبدا تبان من المحشر. من المحشر، صافي، نفخ في الصور إذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، خارج بنادم وكل واحد وكيخارج، الله يخلي حالتنا مستورة. الله يستر حالتنا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، قال هذا عند قيامه من قبره، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. تطردخ من آدم المتكبر يحشر أمثال الذر، حل النمل الصغير يطأه الناس بأقدامه، شو من أحوال هذه؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ واحد غادي على وجهه، تخيل هذا المنظر هذا. ونحشرهم يوم القيامة زرقا، واحد وجهه زرق بالكحولية، يعوذ بالله، ديال الذنوب، ماشي الكحولية ديال البشرة السوداء اللي كاين هنا، أنا راه كتلقاه كحل كولور دي بان، كحل ذاك الخشب الكحل، ولكن وجهه كتلقاه ضارب فيه النور من طاعة الله عز وجل. وهنا كتلقاه بلق بيض، تقول من السويد، ولكن الزوغية ديال المعصية تراها تعتري وجهه. واللي كان هنا عينيه كيشوف بهم 10 على 10. ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا أجرتي فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، أي نسوا ذكر الله عز وجل. ومنهم من قال نسوا الله، أي نسوا أن يدخلوا أمر الله في حساباتهم. خدام تنقاد إلى آخره، وهذه نجيبها وهذه فلوسها وهذه كذا إلى آخره، طيب أين الله؟ هذاك الشيء كدير فيه حلال ولا حرام؟ حقوق الناس هذيك ولا ماشي حقوق الناس؟ جالس مع سيدي تشرب خيوة إلى آخره، زيتي عينيك الأولى لك ودازت ودوزناها بشريبات الماء. ايوا ولكن انت بقيتي جالس كتشوف، عرفتي شحال من اولاد هو الزين، انت
راه وصلتي الان. اين الله؟ اذا ما خلوت الدهر يوما لا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب.